في البداية موضوع الأحلام موضوع جدا مهم، والسبب أن فيه ربط بين الحالة النفسية اللي يمر فيها الفرد وبين الأحلام أحيانا. فأحيانا الفرد لما يعاني من ضغوطات معينة، أحيانا الفرد لما يكون عنده أفكار معينة، وساوس معينة، حالة صحية سيئة، ممكن تظهر له بعض الأحلام السلبية اللي هي ما تسمى بالكوابيس. علماء النفس كانوا يستخدمون الأحلام كجزء من التفسير في عملية التشخيص وكجزء من عملية العلاج، ولكن فيما بعد ألغوا هذه تفسير الأحلام وصاروا يستخدمون شيء جديد اسمه Free Association وبعض أنواع التداعي الحر وبعض أنواع العلاجات اللي أكثر دقة. والسبب أن تفسير الأحلام ما هي مرة دقيقة في علم النفس، فحاولوا أنهم يلقوا طريقة موضوعية أكثر علشان يقوموا بإرشاد وتوجيه الناس. زي مثلا واحد عنده مرض معين، كان أول شيء يشخصون عن طريق الأعراض، بعدين صار عن طريق التحاليل، بعدين صار عن طريق الأشعة، زي كذا. الجانب الأحلام يعطينا مؤشر للحالة النفسية اللي يمر فيها الفرد، ولكن ما نقدر أن نحكم على حالته النفسية من خلال الحلم. والسبب أن الحلم ما هو موضوعي، يعني الآن ممكن هو يحلم بشيء مو كويس ونفسره، بعد فترة يحلم نفس الشيء ويكون حالته النفسية كويسة، فما نقدر نجزم، ولكن نستخدمها كمؤشر. اللي صاير عند الناس عندهم أفكار وسواسية مرتبطة بالأحلام، احنا نسميها بعلم النفس كلاسيكال كونديشنينج ثيري، الإشراط الكلاسيكي، يعني صار عنده حلم مو كويس، خلاص ارتبط في ذهنه انه هذا الحلم حيصير له في الحياة وحيصير له في واقع الحياة. فصار عندنا بعض الاضطرابات النفسية اللي نعالجها في العيادات وندرسها في الجامعات، اللي هو الفرستريشن، الإحباط، فيوتشر انكزايتي، قلق المستقبل، زوجي حيتزوج علي، أنا حموت مدري إيش، حلمت أن أمي جت ميتة وأخذت أختي وركبت هي الطيارة، يعني أختي حتموت مثل أمي. طيب وهوس تعلق البعض بالأحلام؟ طيب يعني ولما أقول أنه النساء هن الأكثر، يعني هل هذا فعلا يعني توصيف يعني واقعي؟ نعم، بعض الاضطرابات النفسية احنا نسميها obsessive compulsive disorder، اللي هي الاضطرابات سهلنا، انا عارف جو مصطلحاتكم ترى معقدة، بدك تبسط يعني زي اضطراب الوسواس القهري مثلا. بعض الناس عندهم وساوس قهرية، علشان يخفف هذه الوساوس القهرية يقوم بأفعال قهرية. من ضمن هذه الأفعال القهرية ممكن يقوم بسؤال مشايخ معينين أو ناس معينين علشان يفسروا الحلم هذا، علشان يخفض القلق عنده، علشان يسمع كلام كويس، يعني شخصية قلقة. أي قلق، ولكن